يتكلم بعفوية وبكل حرية. اليوم صوتك مسموع. عبر كبريتي. العيد هو واحد اليوم اللي كيكون ماشي بحال وبحال الايام العاديه، وطبعا كتكون واحد الجمع عائلي وكيكونوا الوليدات فرحانين، طبعا كيشريو الحويجات جدادين. حاجه طبيعيه، انسان ضروري ياخذ الحوايج نهار العيد. اللي لبست هي هذيك، ما بقاش عندي ديك الرغبه بحال اللي كنت باقي صغير. دابا ماشي بحال ديك الوقيته. ديك الوقيته كان فرح الا شريها شي بياسه، كنتمنى نهار العيد يوصل نهار العيد باش نلبسها باش نبان حتى انا قدام صحابي. وداك الشيء كيجيني ديك الشيء شويه فيها شويه ديال الاسراف والتبديع، فهمت؟ وكاين بنادم عاوتاني اللي ما عندوش شي حوايج العيد، حنا ماشي ضروري خصنا نكونوا لابسين ديما جديده ولا شي حاجه. كان واحد اللهفه ديال الصغر، العيال الصغير خصو يشري الحوايج، يفرح مع صحابو، كيشوف صحابو يشريو الحوايج حتى هما. ودابا في الكبر دابا داك الشيء قلال، دابا صافي كيكون عنده زايد ناقص. هو الواحد ضروري انه كيشري الحوايج وكيتهلا في راسو، ولكن كتبقى هذه واحد العاده للولاد الصغارين باش انهم كيفرحوا بالعيد. لان اللي كنعرف انا في الاصل كانت هذا نورمالمون الولاد الصغارين اللي كيصوموا باش كيفرحوا بهم يشريو من الحوايج. وهذا الحوايج العيد ثقافه وعادات يعني قدامين تربينا عليها، باقيين كنعيشوها وكنحاولوا ما امكن نحافظوا على هذا الموروث هذا. الله يخلينا دائما هكذا باش نحافظوا على الاصول ديالنا. لا ضروري عندك ما تاخذ شي حاجه بسيطه هذيك ولا بد، وبحق ماشي بحال ملي كنا صغارين خصك ضروري تشري شي كومبلي. هذا من طبيعه الحال كيشري بلا شي حاجه ثانيه باش يبدل وداك الشيء، هذا من طبيعه الحال. ولكن ديك الساعه ماشي بحال دروك، ديك الساعه بلا انت يلبس حوايجو مزيان وداك الشيء. راه الاحتفال هو طبيعي بشكل طبيعي، ولكن بالنسبه للانسان يحتفل بشي حاجه يعني بحال مثلا نقولوا هنايا كاندوره كبلغه مثلا تقليديه. كاين واحد الطبقه اللي خصها تشري وتبان واحد المظهر اللي هو نقي وهذاك، وكاين واحد الطبقه اللي هي عادي اللي جات لبسات عليها هو هذاك. اليومين الوالده تنقالت لي العيل شريتي له الحوايج ديال العيد، قلت لها الوالده عاد شاف الحوايج اللي عاد جا كمسافر شافوا له الحوايج جدادين، قالت لي لا خصك تشري له الحوايج ديال العيد ضروري. المهم ما عرفتش واش هي بالنسبه للعوا صغارين، صراحه الله ملي كنا حنا باقي صغارين كنا كنفرحوا بديك الحوايج ديال العيد، حيت ما كناش عاوتاني دائما كنشريو الحوايج. دابا شنو شويه بقات الامور ماشيه، الواحد بقى مكمل هذيك العاده، واخا كيكبر كيبقى يشري الحوايج. شخصيا انا كنشري الحوايج عندي العيد، كل ما كتشغلي نمشي نشريهم كنشريهم. بالنسبه لنا ماشي انه الاهم انه نمشي لولادنا حوايج جدادين، خص يكون عندنا ذاك العمل الجمعوي، يعني الوليدات اللي ما عندهم شيء كنحاولوا نجمعوا واحد الفلوس مع بعضياتنا العائله او مع بعضياتنا الناس اللي خدامين باش كنفرحوا الاطفال كاملين، لان ماشي واحد فرحان وواحد ما فرحانش، وهذا هو الاهم.